من ضمن الأسئلة، أنا جايلي وظيفة باك أوفيس ولكن في البنك الأهلي، هل دي وظيفة كويسة؟ المرتبات والدنيا كويسة؟ أنت بتشتغل في الباك أوفيس يعني مش بتقابل العملاء، أو حتى بتقابلهم بتقابل حاجة بسيطة جدا، ولكن في الغالب ده باك أوفيس يعني دعم فني أو دعم إداري للناس الفرونت أوفيس. الباك أوفيس دول اللي هم بيبقوا بيخدموا، يعني أنا آسف على لفظي نفسه، إحنا مش خدامين، أنا أقصد يعني اللفظ نفسه ولكن مش مقصود منه اهانه يعني، ولكن المقصود بيه ان هو بيبقى بيساعد او بيسبورت الناس اللي هي الفرونت اوفيس. فهل دي وظيفه كويسه؟ اه طبعا وظيفه كويسه، البنك الاهلي وحاجه اداريه. على فكره في ناس تبقى بالنسبه لها فكره ان هو ما بتعاملش عملاء وحاجه مستخبيه، ده حاجه يوم المنى يعني، بدل ما اقابل عملاء ورزاله وما اعرفش ايه كل الحاجات دي، فده بيكون بالنسبه لهم حاجه كويسه، فنضع ده وده في الاعتبار، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه والإعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد، عملنا فيديوهات كتير على العمل في البنوك، وبالتوفيق بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد.